السلام عليكم. اليوم بغيت ندير هذا الفيديو، فيديو تعليم الغرز الاساسيه. كنعاودو لان انا كنت درتو فيه الهضره بزاف وديك الشيء، دابا غادي نعاودو وغادي نجمع الغرز الاساسيه بالنسبه لشي وحده اللي باغيه تتعلم الكروشي. اذا باش كنبداو، كنبداو بالاول كنديرو واحد الدائره. غادي نشدي هكا، نلوي على صباعي هكا، لويت الخيط. الخيط الكبير هو ماشي من هنا، هذا الصغير عندي انا مزيره بيدي. انا خشي يدك ولا تخشي كروشي كما بغيتي، اما تخشي صباعك هكا ولا ديري بالكروشي. الا بغيتي ديري بالكروشي غديري وتجبدي هذا الخيط صافي، وتطلقي وتجبديه هكا صافي. ها هي دارت العقده هنا، شفتوا صافي. داك الساعات تجبديها، غادا تصغريها شحال ما بغيتي وتخشي الكروشي ديالك. هذه هي باش كنبداو. اذا ها حنا دابا درنا هذه العقده الاولى، اش كنديروا؟ كنجي كنشدوا الخيط تلويه وبالكروشي. شوف هذه كتحبس، هذه كتحبس داك الخيط اللي لويناه، وكنجبد هكا عجبدي وخرجيها من داك العوينه، شفتوا. غنعاود عاوتاني، غادي نشدها. هو دابا الخيط عندي هنا، لويه لويه على الكروشي. شتي هذيك كيفاش كنقبطوا الخيط باش ما يهرب ليناش؟ هذا كتشدوه بيديك وبهذا الصبع هكا، شدوه هكا، هذا لويه هكايا، وغادي تحبسوا لك هاد السنينه باش ما يهربلكش، حيت الا كنتي غير هكا غيطيح. لا، حبسيه بالسنينه، دوري السنينه هكا القدام وديريها الفوق باش تحبسوا لك، وجي دخلي في العوينه، دخلي في داك العين اللي درتي. شتيها هاد العين؟ خرجي منها عوينه اخرى صافي هكا. الا كتعرفوا الصابون مصار ندعيد الكبير بحال هكا، اذا غادي هذه هي البدايه. هذه ضروري ديروها لان بها هادو هما العيون علاش كنخدموا، شفتوا. وكنبقاو نديروها ونجبدو، كنجبدو نجيبو الخيط، نلويو الخيط ونجرو. هاد السنارة خصها تشد لكم الخيط باش ما يهربش، وانتوما نفس الوقت شادين. عاد شفتو كيفاش شادة؟ شادة هكا وشادة هكا. راه كاينين بزاف طرق شدة، انا هاد الطريقة اللي معلمها. شتي كتشدي هذا باش ما يبقاش يدور ويهرب. اذا ها انا كندير ها، كاينة انا غندير هاد الفيديو، وكديرو ديك الساعات العيون شحال ما بغيتو. هذه هي الغرز الاساسية الاولى. دابا غنديرو غرزة الحشو. درنا هادو سلسلة، هادي كتسمى السلسلة. دابا غنديرو غرزة الحشو. كتجي كديري السلسلة الأولى اللي وريتكم، ومن بعد غرزة الحشو غادي نجي غندير نزيد وحيدة على داك العدد اللي كيعطيوني باش نديرو غرزة الحشو. احنا زدنا سلسلة، زدت ملي كيعطوك عدد السلسلات كتزيدي وحده. انا غنزيدها باش غندور هذيك السلسله باش كدوري. غنجي ندير غرزه الحشو. عندي ها هي العين، عندي ها هي الاولى اللي زدت هي، وعندي الثانيه دايره بحال شي في ولا شي حب، داك الداخل ديال حبات القمح ولا شي حاجه. المهم ها هو داير بحال هكا، داير بحال هكا، بحال في. الا كتعرف في فرونسي بحال هكا. اذا غنجي انا كاين هاد الخيط، هاد الخيط هذا ها هو واحد، وكاين هاد الخيط اللي داخل الثاني، وكاين هاد الخيط الثالث، كاينين ثلاثه الخيوط. انا غنجي ما بين هاد الخيوط الفوقانيين غنخشيهم، وغنخلي غير واحد لتحت، ونخشي الكروشي ديالي ونجيب الخيط. ها انا دابا شحال ولاو عندي؟ ولاو عندي جوج العيون فوق الكروشي. غنلوي الخيط وغنطيحهم بجوج، غنهبطهم وبقات عندي غير وحده، جبدت وحده. اذا نعاودو، غنجي لهاد العين ها هي، شفتوها كي دايره، شفتو فيها، وغنجي الوسط ديالها، خليو خيط لتحت وجوج خيوط فوق الكروشي، ونمشي نجيب الخيط. شفتو الكروشي فين مشى؟ كيمشي عند صبعي، كيجيب الخيط، يجيب الخيط ويخرج عين. شحال ولا عندي فوق الكروشي؟ ولا عندي جوج، شفتو هما جوج العيون عندي فوق الكروشي. هنا لويت الخيط، غنلوي الخيط ونجيبو وندخل الكروشي منهم بجوج في المره يخرجوا. شتي هذه هي غرزه الحشو، هانتوما عقلوا. كنخشيو الكروشي هكا، كنهزو داك جوج خيوط باش كتجي شاده راسها مزيان، وكنجبد الخيط، كيوليو جوج عيون فوق الكروشي. كنلوي الخيط عاوتاني ونطيحهم. في الاول ما كنلويش، الاول غير كنخشي الكروشي، ها غير كنخشي الكروشي. وشتي الخيط فين كاين؟ كنلويه وكنجبد الخيط، كنجبدو كنجبد عين، كيوليو عندي جوج عيون. داك الساعات كنلوي الخيط حيت ما نقدرش نطيحهم، الا طيحتهم هكا غادي ما بحال ما خدمتش. اذا دابا غادي نلوي الخيط ولا نجيب الخيط بالكروشي، ونخرج ندخل الكروشي في داك العيون بجوج ويخرج ليا عين وحده، فهمتوا؟ اذا ها هي عاوتاني كنكملوا داك السطر ديالنا. غنبقاو غاديين بحال هكا، كنخشيو الكروشي، كنجيبو الخيط،
كيوليو جوج عيون، كنلوي والخاد داك الساعات، وكنهبطوا العيون بجوج. عاودوا الفيديو بشويه عليكم حتى تتعلموا ليها، لان هادو غرز اساسيه. الشيء الاخر سهل، تعلموا هادو راه بيهم كيتصاوب الشيء الاخر كامل اللي كتشوفوا. ها صافي، انا وصلت لاخر السطر ديالي، ها هي العين الاخرى كنزيرها. صافي ها انا كملت السطر، شفتوا كيفاش دايره. دابا غادي نلوي الخيط. دابا اش غندير؟ غندير عين بحال دوك العيون اللي كنبداو بها، غندير سلسله. ها هي غنلوي الخيط ونخشي ونجبد. ها انا درت سلسله هذه، وكندور الخدمه ديالي، كندورها ونعاود نجي ندير السطر الثاني. السطر الثاني منين نجي نديرو غنبدا من الاولى. وغرز الحشو عقلو، كنبداو من الاولى. واخا درت ديك السلسله هذيك غير كندور بها ما كتحسبش. اذا وغنخرج هذا وندير هكا صافي، كنكمل السطر ديالي كامل. ها كنمشي، ها هي غرزة الحشو، وغادي تبقاوها غير كتخشي وكتجري الخيط وتعاود تلوي وتخرط طيحيهم بجوج. صافي بحال هكا، شفتو؟ هذه غرزة الحشو. تعلموا لهذه بزاف حتى كديروا السلسله، تعلموا ليها مزيان ودوزي تعلمي الغرزة الحشو وتتعلمي ليها مزيان وتضبطي يدك عاد دوزي الاخرى. دابا اذا هاني كمل السطر، فاش كنجي للاخرى انا نسيت ما وريتكمش الاخرى. ها هي شفتوا العين الاخرى كيفاش دايره، ها هي كتبان من هنا باش كتعرفوا فين هي العين الاخرى. هي كتبان لكم هاد الخيوطه ديالها هنايا في الاخر. اذا كنخشي الكروشي ديالي تحت منها بجوج. نسيت ما وريتكمش كيفاش كندير في السطر الثاني، ما كنهزوش هكا، كنخشي من تحت دوك هادو بجوج. انا غادي نوريكم دابا عاوتاني. ملي كنجي للاخر صافي كنهزها حتى هي، وكندير غرزه وكندير سلسله باش ندور، كندور العمل ديالي. ها كيفاش كنديرو، شتي دابا من السطر الفوق كيفاش كيكون؟ كيكونوا هاد السلسله، شتو كي كتبان لكم سلسله. ففي الاول كيفاش درنا في السطر الاول ملي كانت عندنا غير السلسله، كنا كنخشيو هكا في الكروشي. دابا منين كتولي كتخدمي كتخشي تحت من هاد الجوج هادو. شتي هاد واحد التقيبه كتبان هنا، شتو هاد التقيبه كتبان هنايا، كنخشي تحت منها وكنخشي تحت هاد السلسلات بجوج. كنخشي ملي كتخشي راه غتخشى في هاد التقيب، وكنلوي الخيط ونجيب نجيبو ونكمل السطر ديالي. ها شتي، وكتولي داك ساعات الخدمه ديال غرزة الحشو ساهله. غير السطر الاول شويه كيكون خاصك تصاوبو مزيان باش كيجي متقون، باش كيجي هاشو كيجي مجموع مزيان. اما لهزيتي غير خيط كيجيك تقبا في داك التقابي في هذاك، ما كيجيش زوين. غير ردوا البالو بشويه وساهل، الكروشي ما كاين ما سهل منه. ديرو عاودو ديرو عاودو صافي، ما كياخدش الوقت بزاف هوايا باش تعلمي ليه. صافي غنكملو هادي هاد السطير، وغادا نوريكم غرزة نصف عمود. دابا غرزة نصف عمود كيفاش كنديرو ليها؟ ما انا عندي السلسلة ديالي، ها هادي السلسلة باش كنبداو، راه كاينة في الأول. اذا دابا باش ندير غرزة عمود، بحال دابا هما قالو ليا ديرو واحد العدد العيون، بحال دابا انا عندي هنا يمكن 8، قالوا لي ديروا 8 د العيون بداي بهم. اذا وغنبداو نصف عمود. اذا كنجي كندير جوج سلسلات، دائما كنبدا بجوج سلسلات وكنلوي الخيط. شتي دابا هنا ماشي بحال غرزة الحشو، دابا كنلوي الخيط وكننقص هذوك الجوج اللي زدت، وكنجي لها الثالثه. شتوهم هاد الجوج عاد زدتهم دابا على الحساب، وكنجي لهاد العين الثالثه، السلسله الثالثه، العين الثالثه، وكنخشي فيها الكروشي وكنلويه. كنلويها انا جبت خيط، جبت الخيط. دابا ولاو عندي ثلاثة، نلوي الخيط غادي نهبط نخشي نخرج الكروشي من هادوك ثلاثة العيون بثلاثة. صافي هادي غرزة حشو، غنعاود معكم وحدة أخرى. هاهي كنلويو الخيط، ماشي بحال غرزة حشو. غرزة حشو هي كنخشيو الكروشي هنايا، لا دابا هنا كنلويو الخيط عاد كنجيو نخشيو. شتي السلسلة كنجيو قلت لكم كنخليو خيط، وكنهز هاد جوج الخيوط الفوقانيين، وكنلوي الخيط. دابا لا جبت انت ما عندها تمعنى، راه ما غادي طرا والو. اذا ضروري ملي غنخشي كنلوي الخيط، كنخشي وكنعاود ثاني نلوي الخيط، عاوتاني نجبد الخيط. شتي دابا خصكم تجبدوا الخيط، ها هو جبدته باش كنخرج عين اخرى.
فهمتوا؟ نعاودوها باش تفهموا واش الفرق. ها دابا في غرزه نصف عمود كتلوي الخيط، ماشي بحال غرزه الحشو. غرزه الحشو ما كنلويوش الخيط في الاول، غرزه نصف عمود كتجيبي الخيط كتلويه وكتخشي في الغرزه في العين هذه، وكتمشي تجيبي الخيط، كتمشي تجيبيه بالكروشي ديالك وكتخرجيه من ديك العين. اذا كيوليو عندك ثلاثه العيون فوق الكروشي. كنعاود نلوي الخيط، شنو غندير دابا ملي غنلوي الخيط؟ غادي نخشي الكروشي في هاد ثلاثه العيون ونخرجهم في مره. ها شتي في مره، صافي ولات عندي غير عين. صافي دابا انا درت غرزه نصف عمود، انا غنلوي شتي، كنلوي الخيط في الاول كنخشي الكروشي. دابا ملي لويت الخيط بحال عندي عين، بحال عندي غير هي ما مخدوماش دابا، وكنلوي وكنمشي نجيب الكروشي. دابا كيوليو عندي بحال عندي ثلاثه العيون الفوق، كنلوي الخيط وكنخرجهم ثلاثه. يلا هانتوما مع بعض، عقلوا وحاولوا وعاودوا بشويه عليكم حتى تعلموا ليها. ها هي كنلوي الخيط وتخشي الكروشي هكا وتمشي تجيبي الخيط. صافي حتى كيوليو عندك ثلاثه فوق الكروشي، وكتخرجي من الكروشي بثلاثه بيهم. لويت الخيط ها خشيتو، مشيت جبت الخيط، مشيت جبتو، ملي كيوليو عندي ثلاثه عاوتاني كنلوي الخيط. شوف راه ما عندها حتى معنى الا جريتو الكروشي، راه غادي يطيحوا لكم وصافي. راه ضروري تلوي الخيط باش كتجري عين، باش كتجمعيهم بواحد العين. ها هي ملي كنلوي الخيط كنجمعهم، كيتجمعوا بهاد العين اللي خرجت. غنبقى غادا هكا وردوا البال العيون، ها هما راه كيبانوا كلهم فيهم هذيك هكا دايرين. دابا باقين هنا جوج، كنبقى غادا. ها انا لوي الخيط شتو وغنخرجهم، ودابا الاخرى غنلوي الخيط وغنجي لهاد الاخيره. ها هي حتى هي وغنخشي فيها الكروشي، كيبقى غير خيط لتحت. كنشد انا جوج الفوق وكنخرج الخيط، ها هو كنخرجو، كيوليو عندي ثلاثه. كنلوي الخيط وكنطيحهم بثلاثه. ها انتم درتو غرزه عمود، ها انتم درتو سطير ديال غرزه نصف عمود. اذا دابا فاش ملي كمل السطر اش غندير؟ غادا ندير جوج السلسله، ها وحده ها جوج، وغادا نلوي الخدمه ديالي، ندور العمل ديالي. اذا هاد العين ها هي تخدمات، كتحسب تخدمات هاد جوج السلسله بحالها في بلاصتها. اذا ملي كديري جوج سلسلات بحال درتي هاد نصف عمود، اذا ما غنعاودهاش، غادي نحيد نخلي هادي ونجي لهادي. ما غنخلي هادي لان هادي بلاصتها، وغنجي لهادي ونخدم ونبدا نخدم. شتو باش كيجي السطر مقاد؟ ها هي نصف عمود كديروها وكتجبدوهم بثلاثه. ها هي ساهله ان شاء الله، تعلموا ليها بالزربه. هادي منين كدرنا جوج غرزات ودرنا كاينه ها وحده ها جوج، كتجي لديك الفوقانيه وكتخشي فيها الكروشي. حاولوا لان اللي زيرناها كتجي شويه صعيبه باش كندخلوا فيها ديك السلسلات، عرفتوا ديك السلسلات؟ اذا كتخشي في الفوقانيه، كتخشي فيها وكديري العين. صافي ها هي، عاوتاني غندير جوج سلسله وغندور. عندي جوج سلسله، قلت هاد جوج سلسله كتجي في عوض هاد بحال نصف عمود، ما كنخدمش هاد الاولى. صافي كنخليها وكنمشي للغرزه الثانيه، ها هي كنقز هادي وكنجي لهاد الثانيه وكنبدا نخدم. ها هو دابا غنكملو هكا، ها هي النصف عمود ديالكم. شتا كيفاش كتجي الخدمه ديالها؟ نسيتو هادي، ما عاديش تمشي لكم مقاده. شتي هادي، هادي اللي كتبان لكم بحال لا تخدمت، ها هي نتوما راكم خدمتو هادي، وبقى هادي، باقين هاد السلسله جوجها وحده ها جوج، غتجي للراس ديالها وتخدمي. راه هذيك هي السلسله الاخر، هذيك هي غرزه نصف عمود الاخر ديالكم. اذا كنلوي الخيط وكنجي ها وحده ها جوج الراس الفوقانيه، السلسله الفوقانيه اللي كنت درت وهي كنخدمها. دابا هو غادي يتقاد، شتي الحاشيه هذه جات مقاده، لو كان ما تخدموهاش غادي تعواج، والعدد ديال الغرز غيبقى يقل. اذا ها انا غنبدا ثاني سطر اخر، شتي كنبدا بجوج سلسلات كندور العمل. شتي هاد جوج سلسلات راه هما اللي كيجيو لينا في الاخر السطر، وخصنا نخدموا هاد السلسله الفوقانيه.
هي هذه. هذا المهم خصكم تعقلوا عليها، لان من بعد كيبقى يخسر العمل لهذوك. ملي غنجي لهذه هي خاصها تخدم. وكنبدا هذا حيت انا درت جوج سلسلات، هذه ما كنبداهاش، كننقصها، لانني انا راني خدمت هاد جوج سلسلات راه عوض هذه. وكنجي اذا لهاد ما كنخدمش هنا، كنجي لهاد الثانيه وكنبدا. سهل، ركزوا غير على هادشي. بحال دابا هانتوما انا باش نثبت معكم، ها انا درت جوج سلسلات ودرت هادي، ما غنجي نخدمهاش. هاد هانتوما شوفوا الفوق، شتيها هي سلسله عندي. هاد السلسله ما غنخدمهاش لان هادي كاينه، الا خدمتها غيولي غنبقى بحال كنزيد العيون، عيد دوبلو ليا. اذا انا هادي بحال كنعتبرها دابا سلسله، وغنلوي الخيط وغنجي لهاد الثانيه. ها هي شتيها، هادي ها الاولى، هاد الثانيه غنجي لهاد الثانيه وغندير فيها الكروشي. هي اللي غندير فيها الكروشي تحت منها، وغنبقى نخدمها صافي هكا، وغنكمل السطر ديالي. دابا سالينا نصف عمود، غادي تكملوها وما تنساوش هاد الاخر. هادي ها وحدها، جوج الفوقانيه غديروا فيها حتى نصف عمود باش يمشي لكم العمل ديالكم مقاد. اذا دابا غادي نشوفوا غرزه عمود. اذا باش نبدا غرزه عمود، ها هو عندي واحد العدد السلسلات. كيفاش غندير غرزه عمود؟ مني كنجيو بحال دابا قالوا لينا ديروا 60 عين، 60 سلسله. ها انا درت 60 وبغيت نبدا، كنبدا نزيد واحد ثلاثه السلسلات، كنزيدهم هما اللي كنبدا بهم الخدمه. ها انا درت ثلاثه السلسلات، هاد ثلاثه السلسلات فعوض عمود فعوض غرزه عمود. اذا انا هاد ثلاثه السلسلات فعوض العمود، وهاد الرابعه هي اللي كنت غنخدم، هي اللي تخدمت عليها زعما هاد السلسله. اذا غنجي لهادي نقز واحد جوج ثلاثه اربعه، ونجي للخامسه ونخشي فيها الكروشي. هاني راني لويت الخيط بعدا ديجا بحال نصف عمود، لويت الخيط ونجي لهاد الغرزة. ها هي واحد جوج ثلاثة، هادو ديال نصف العمود، وهذه الغرزة اللي خدمت فيها. وغنجي لهاد الخامسة ونخشي فيها الكروشي ونلوي الخيط، نجبد الخيط، انا غنجبدو شتي. ولاو عندي ثلاثة بحال نصف عمود، ولاو عندي ثلاثة الغرز فوق الكروشي. ما غنديرش بحال هكا نلوي الخيط ونطيح ونخرج الكروشي منهم بثلاثة، لا، غادي نلوي الخيط ونخرج وحدة جوج، غنخرج جوج ونعاود ثاني نلوي الخيط ونخرج جوج. الا تعلمتوا غرزه عمود نصف عمود غتجيكم عمود سهله، لان بحال غير كنهبطوا جوج بجوج. اذا دابا باش نجي للعين الاخرى غنلوي الخيط، وغادا نجي للعين السلسله المواليه اللي عندي. هذه راني خدمتها، شفتوها كي دايره، خارجه منها الخيط الصوفة، شتي كيفاش مشدوده فيها الصوفة. اذا مخدومه، ها هي اللي غنخدم دابا هذه. اذا غنجي ليها غنخشي فيها الكروشي، عشتو، وغنمشي نجيب الخيط. يعني نجبد الخيط، ولاو عندي ثلاثه، غنعاود ثاني نلوي الخيط، ولكن غنخرج جوج، ماشي بحال نصف عمود كنجر كلشي، لا، دابا غنخرج جوج ونعاود نلوي الخيط ونخرج جوج. دابا هكاك هذه كتجي شويه طويله على نصف عمود، كل ما كتخرجي بشويه بشويه كطوال لك الغرزه. باش كتعرفوا فين هي اللي خدمتو، هانتوما شفتوا الخيط فين مخشي. اذا هاد الغرزه هذه راه مخدومه. غنجي لهاد الغرزه دابا، ايضا غنجي لهاد الغرزه، ها هي اللي مازال ما تخدمتش، هي غنخشي فيها الكروشي ونجيب الخيط. حتى كيوليو عندي ثلاثه العيون، كنلوي الخيط كنهبط جوج ونعاود نلوي الخيط ونهبط جوج، نعاودو عاوتاني. ها انا غنلوي الخيط، ما غنجيش لهاد الغرزه خدمتها، غنجي لهادي، انا غنخشي فيها الخيط، غنخشي فيها الكروشي باردون، خشيت الكروشي، غنمشي نجيب الخيط، أنا غنجر الخيط، ولاو عندي ثلاثة العيون فوق الكروشي، غنلوي الخيط ونطيح جوج، ونعاود نلوي الخيط ونطيح جوج. ها أنا درت نصف عمود، تعلمتو نصف عمود راك تعلمتو العمود راك تعلمتو كلشي صافي، تعلمتو الكروشي، دابا خصكم تبداو تخدمو. يا صافي دابا هاهي غنكمل السطر ديالي. غنمشي معاه لدوك العيون كاملين، ها كل عين شفتو، كنخرج جوج بجوج. ها انا غنجي للعين الاخيره اللي عندي، شفتوها، غنخشي فيها الكروشي. ها هي دائما السلسله شي شويه، ما تزيروهاش بزاف باش ما تعذبوش وما ترخيوهاش بزاف. صافي دابا انا كملت هذا السطر الاول، ياك مني كتكملوا السطر الاول شنو كنديروا، كنجي كندير واحد سلسله جوج ثلاثه السلسلات، ياك ماشي بحال نصف عمود، نصف عمود كنديروا غير جوج،
عمود كنديرو ثلاثة، غندور العمل ديالي غنلوي الخيط، هاد ثلاثة راه في بلاصة هاد العمود، ثلاثة السلسلات كيعوضوا عمود، دونك ما غنخدموش، ما غنخدمش هاد الاولى، غنجي للثانية غنخشي فيها الكروشي بحال قبيلة بحال نص عمود، وغنخدم نص العمود ديالي. ها غندير هكا صافي، غنبقى غدا راه بحال نصف عمود، غير هي هذاك الفرق، هذيك باش كنخرجوا العيون كنخرجوا هنا جوج بجوج. نتمنى نكون فهمتكم، واللي ما عرفتش شي حاجه تخليها في التعليق. انا درت هذا الفيديو باش تقدروا تتبعوا معنا، انا عندي فيديوهات اللي كانوا تعليميين في الاول، ولكن انا ما عجبونيش، ما كانش الصوره واضحه والهضره بزاف. ها هي دابا هنا ملي كنجي للاخيره كنلوي الخيط، شنو درنا في الاول فاش جينا؟ ثلاثه سلسله، ها هي واحد جوج، هاد الثالثه شتي الثالثه صغيره فين كتبان، اذا غتلوي الخيط وغتجي لهاد الثالثه، ما غاديش تخشي هنايا اللي غتجيك سهله، هذه راه غتجيك سهله باش تخشي فيها الكروشي، لا ما تقلبوش على السهوله، غنجي لهاد الفوقانيه الثالثه نخشي فيها الكروشي باش كتجي نفس الطول، وكنخدمها نصف عمود. صافي ها انا خدمت، كيجيك العمل ديالك مقاد من الجناب، والعيون ما كيتزادوش نفس العدد العيون، كتحسبوا من هنا باش تحسبوا العيون، كتحسبيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، باش بديت باش بقى ماشية، فهمتوا؟ ها هي كيبانوا هنايا العيون، شتي مات السلسلات تما كتحسبوا، ها الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الستة السابعة الثامنة، فهمت؟ دابا مني غنجي عاوتاني كمل السطر، إذا باش نبدا السطر الآخر غادي ندير واحد جوج ثلاثة ندور، وهاد الأولى قلنا هاد ثلاثة السلسلة راهم في عوط هاد عام هاد عمود، إذا ما غاديش نخدم هاد الأولى، ما غنخدمهاش، غنلوي الخيط وغنجي للثانية وغنبدا، كنبدا الخدمة ديالي. هادي راه ماشي بحال غرزات الحشو، غرزات الحشو واخا كنديرو داك السلسله الاولى كنخدم الاولى، الا ما خدمتهاش ما كتجيش الخدمه هي هذيك، ولكن انا ما كنحسبهاش، كنعرف راسي راني ماشي غرزات هذا حشو، هذيك راه ما كنحسبهاش، هذيك غير باش كندور مي عمود ونصف عمود، كننقص هاد البلاصه كنجي للثانيه ونبدا وكنكمل الخدمه ديالي. ها هو العمود كنكملو، ومنين تجيو لهاد الاخر ردوا البال، الا ما خدمتوش غادي تبقى العمل ديالكم غيبقى غادي وكيدير هكا ما غاديش يجي مقاد، اذا كتجيو لهاد السلسلات اللي درتو الاولين، ها الاولى الثانيه كتجي لهاد الثالثه الراس الفوقانيه، الثالثه الفوق العين الفوقانيه كتخشيو فيها الكروشيه كتخدموا غرزات عمود. ها هما هي السلسله، يمكن ما كانش باينه، ها هي شتي السلسله الثلاثه كتحسبوا واحد جوج هاد الثالثه، وهنا كديروا الكروشي ديالكم وكتخدموا العمود ديالكم باش كيجي هاد الجناب مقادين والعيون ما كيبقاوش غاديين ينقصوا. كنتمنى نكون وصلت لكم هادشي اللي كان انا كيظهر لي في الاساسيين، الا عرفتوا غرزه الحشو ونصف عمود وعمود، الغرز الاخرين غيجيوكم ساهلين وغادي تعرفوا. كنتمنى اللي تفرجات في هذا الفيديو ما كانتش مشتركه معنا، مرحبا بها تشترك في القناه، وان شاء الله تعجبكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، اشتركوا في القناه، خليوا تعليق، اللي ما فهمتش شي حاجه نشرحها ليها في التعليق ماشي حتى شي مشكل، وما تنساوش لايك، لايك كتخلي لا فيديو كتطلع، انتي تعلمتي تعلم حتى وحده اخرى غتشوفها، الا ما كانوش داك الاصبع اللي ما كتوركوش عليه، اللي ما كتوركوش على اللايك ما كتطلعش لا فيديو، ما كتبقاش تبان للناس بزاف. شكرا، مع السلامه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.